السلام عليكم أبنائي وبناتي في الصف السادس الابتدائي. النهاردة هندرس مع بعض درس من دروس التعبير، وهو بعنوان كتابة فكرة إقناعية. كتابة فكرة إقناعية، تعالوا نتعرف على درسنا النهاردة. إيه هي الفكرة الإقناعية الأول؟ تعالوا نشوف. هي فكرة تقدم فيها رأيك الذي تريد إقناع الناس به، وبتذكر سبب هذا الرأي. معنى الكلام ده إيه؟ يعني فكرة، يعني مجموعة فكرة مجموعة من الكلمات أو العبارات أو الجمل لإقناع الناس برأي أو بشيء من اختياري، حاجة أنا اخترتها فبقول رأيي فيها، زي مثلا في مشروع معين أنا فكرت فيه أو رحلة معينة عايز أطلعها وعايز أقنع الناس بيها ان هم يعملوا زيي او يطلعوا الرحلة او يشتركوا في المشروع اللي انا فكرت فيه. ولازم يكون عندي عناصر اقدر اقنعك بيها، يكون عندي تسلسل في الفكر، تسلسل في الاحداث والترتيب، وبكرر رأيي مرة اخرى في النهاية. الفكرة الاقناعية هي فكرة قدم فيها رأيي، يعني بقول رأيي الأول، أول حاجة بكتبها رأيي الأول، بعدين الأسباب اللي هقدر أقنعك بيها، وفي النهاية بقول رأيي مرة أخرى. في النهاية بقول رأيي مرة أخرى. طبعا عندي عناصر أساسية لكتابة أي فكرة إقناعية. إيه هي العناصر الأساسية؟ الإملاء الصحيح، عدد الكلمات، وده الجديد عندي في الفكرة الإقناعية، إن عدد الكلمات بيكون من 50 إلى 70 كلمة. في تسلسل الفكر، ده كمان في الفكرة الإقناعية، بس اللي هو بيكون في سرد الأحداث بطريقة مقنعة. عنوان الفكرة طبعا، الأسباب المقنعة، يعني إيه الأسباب اللي بتؤكد كلامي أو رأيي، علامات الترقيم، والخط الجميل. يبقى الإملاء الصحيح، عدد الكلمات، تسلسل الفكر، عنوان الفكرة، الأسباب المقنعة، بيكون عندي أسباب مقنعة، علامات الترقيم، والخط الجميل. نشوف تدريبات مع بعض. طبعا كتابة فكرة إقناعية بيجيلي بكذا طريقة، طريقة السؤال عندي بيبقى بكذا طريقة. السؤال بيجيلي الطريقة الأولى، هيجيب فكرة ويقول لي هي إقناعية ولا غير إقناعية، فكرة أو عبارة هيقول لي هي إقناعية أو غير إقناعية. طبعا أنا هعرف منين؟ أنا هعرف لو كلامها مقنع وفيها تسلسل في الأحداث ومرتبة، هتبقى فكرة إقناعية. طيب تعالوا نشوف مع بعض. ظللت الدائرة التي أمام الفكرة المقنعة والمناسبة في تسلسل الفكر. أول حاجة، أول عبارة معايا، أريد أن أشاهد التلفاز طوال الوقت، فنصحني أبي وهو مسل وأنا أحبه كثيرا أن أبتعد عنه. هنشوف فيها تسلسل فكر أو فكرة مقنعة أم لا. طبعا هي مش فكرة مقنعة، أنا مش هضللها، مفيهاش تسلسل في الأفكار وغير مرتب. شوف العبارة الأخرى، أريد أن أمارس التمارين الصباحية بانتظام حيث تجعلني نشيطا جدا وتقوي جسمي وعقلي. طبعا هظللها لأنها فكرة مقنعة، طبعا الرياضة مهمة وفيها تسلسل في الأفكار ومرتبة. شوف رقم 3، أحتاج لأن أتناول المقليات فقط لأن طعمها لذيذ كل يوم على الإفطار وعلى العشاء، خاصة البطاطس المقلية. طبعا هي غير مقنعة، ليه؟ لأنها غير مرتبة وغير متسلسلة الأفكار. نكمل مع بعض.
الطريقة التانية اللي ممكن نجيب بيها السؤال الفكرة الإقناعية، إنه هيجيب فكرة مكتوبة ويطلب مني إن أنا أستخرج العناصر. إيه هي العناصر أصلا بتاعتي؟ هي عنوان الفكرة والرأي والأسباب المقنعة. يعني هيجيب لي فكرة مكتوبة ويطلب مني أستخرج عناصر. طيب تعالوا نقرأ الفكرة مع بعض. نحن في الصف الثالث الابتدائي، ووقت اللعب بالمدرسة قليل لا يكفي للأكل واللعب معا، فأعمارنا صغيرة واللعب من سمات مرحلتنا، فباللعب ننمي مهاراتنا ونستكشف العالم من حولنا ونكون الصداقات ونفرغ الطاقات وننشط الذهن. ولكل هذه الأسباب نحن بحاجة إلى مدة أطول للعب. طيب المطلوب مني إن أنا أستخرج عناصر. طيب إيه هو عنوان الفكرة؟ وقت اللعب. الرأي، إيه رأيي؟ هو الأطفال بحاجة لوقت أطول للعب. طيب الأسباب المقنعة اللي جت في الفكرة إيه؟ أعمار الأطفال صغيرة واللعب من سمات مرحلته، باللعب ينمي مهارات الأطفال، اللعب يكون صداقات جديدة، الوقت لا يكفي للأكل واللعب معا. طيب دي كده الطريقة الثانية للسؤال الفكرة الإقناعية. في طريقة ثالثة، ممكن يجيب لي طريقة ثالثة بالسؤال، هيقول لي إيه؟ هيجيب عناصر ويقول لي اكتب فكرة إقناعية. عناصر، هيقول لي مثلا عنوان الفكرة عندي المكتبة العامة. طيب الرأي، الذهاب إلى المكتبة يوميا. الأسباب المقنعة، إثراء المعلومات، تنشيط الذهن، معرفة أوسع عن العالم، استغلال وقت الفراغ في شيء مفيد، القراءة في مجالات متنوعة. يبقى دي طريقة السؤال، طريقة أخرى للسؤال عن الفكرة الإقناعية، إن هيجيب لي عناصر مكتوبة وأنا هبدأ أكتب الفكرة. طيب هكتب الفكرة إزاي؟ المكتبة العامة يبقى في وسط السطر. طيب الرأي، أنا أحب الذهاب إلى المكتبة العامة، فهي أفضل مكان للقراءة، ومن خلال القراءة يتم إثراء المعلومات. هبدأ أقول الأسباب المقنعة أهي، من خلال القراءة يتم إثراء المعلومات، تنشيط الذهن ومعرفة أوسع للعالم، واستغلال وقت الفراغ في شيء معين. من خلال إيه؟ من خلال القراءة في مجالات متنوعة. ولهذا بقول رأيي تاني في الآخر، ولهذا يجب الذهاب إلى المكتبة يوميا. بيجيب لي السؤال بطريقة أخرى، دي طريقة رابعة للسؤال عن الفكرة الإقناعية. هيجيب لي إزاي؟ هيجيب عنوان واكتب فكرة إقناعية. يقول لي قم بكتابة فكرة إقناعية تقنع فيها زملائك بالاشتراك في رحلة إلى مدينة الأقصر وأسوان، موضحا وجهة نظرك معززة بالأسباب. طبعا انا هكتب الفكره الاقناعيه في نص السطر، هكتب الرحله او رحله الى الاقصر واسوان، وهبدا اكتب رايي الاول، ان مثلا المدرسه اعلنت عن رحله الى الاقصر واسوان، وهبدا اقول الاسباب المقنعه، ان الاقصر واسوان بها اثار كثيره فرعونيه، فسنشاهد هذه الاثار الفرعونيه العريقه، فهناك معبد الكرنك ومعبد الأقصر، وأيضا في أسوان السد العالي ومعبد فيلة، وهناك على ضفاف نهر النيل سنرى المناظر الخلابة الجميلة. وهقول رأيي مرة أخرى في الآخر، ولهذا أدعوكم للاشتراك في الرحلة. وبهذا نكون قد انتهينا من درس اليوم، وهو كتابة فكرة إقناعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.